Bonjour, dear students. Hi. I hope you had a restful vacation. طيب راح فرجيكم بسرعة هالتو objects يلي حطيتهم اليوم. راح صورهم شوي من كل الميلات مع الإضاءة الاصطناعية اللي عندي إياها. ولاحظوا كيف كل ما حرك الضوء محله كل ما بيتحرك الشادو. اوكي هيدا الشيء انا عادة بفرج لتلاميذي بالصف، بس لانه فكرت فرجيكم بهالطريقة لحتى لي تشوفوا كيف الضوء هو بيلعب. هلا بس بدي قبل ما بلش بالرسم بس بدي فرجيكم شغلة، انه هيدا الاوبجكت من تحت هو it's a square. اوكي ونقيت كيوب يكون قدو بشكل انه كعب هذا الاوبجكت كعبه، والكيوب مثل ما هو من كل الميلات قد بعض. وانا بس بدي ارسمهم، بدنا نحطهم بطريقه يكونوا على نفس المستوى ومع الشادوز تبعهم مبينين. اكيد وحدة الشادو تبعها بتكون مختلفة عن التانية لانه هيدي جاي مروسة، واكيد اذا شفناهم هيك على مستوى نظرنا منشوف كيف انه في اوبجكت اعلى من الاوبجكت. هلا بعد شوي بننتقل للرسم وبتشوفوا كيف رح نرسم هالتو اوبجكتس. بونجور عم جديد. هلا رح نبلش نرسم هال تو اوبجكتس مع بعضهم بطريقة سريعة شوي، يعني بدها تكون اكتر بتشبه السكتش، التخطيط السريع اكتر ما هو رسم. طيب رح نبلش بخط افقي فوق. طول بتعرفوا رح نكون ضمن هيدا الفريم، هيدا الكادر يلي انا عم برسم. تحت خليه يكون اقل شوي من فوق. طيب. بما انه فسرنا انه هال تو اوبجكتس هن قد بعض، فسرنا انه هال اوبجكت هالأوبجكت إذا حطيناهم فوق بعض، أوكي، بتشوفوا إنه الزاوية بتجي على الزاوية على القد والطول من هون، فهذا بيسهلنا شوي لما بنكون عم نرسم، لأنه بنعرف إذا أخذنا قياس وحدة من الأوبجكت التانية بنقيس على أساسه، بس بالطول بيختلفوا أكيد. هناخد خط افقي خيالي بيكون طويل هذا الخط، اشد شوي ليبين منيح. هون راح يجي الكيوب تبعي، هرسمه شوي تقريبيا هلا لبين ما اشوف مع الفراغ اللي بيناتهم. اذا بحط الاوبجكت الثاني هون بشوف قديش في فراغ للشادو. اوكي سو فيه يكبر شوي اكتر، يعني هيدا الخط بيطول شوي اكتر، هدول تلقائيا حيطولوا بس مش رح يكونوا قد هيدا. سو عطول بتأكد طول هيدا حطه هون، لا لازم اصغر. سو هون بيوقف وهيدا هون كمان اصغر بده يكون من طوله. قلنا انه هدول بيسكروا بشكل انه يعملوا هيك الخطوط
يلتقوا، لأنه في somewhere here vanishing point، وكمان هيدي، وبعدين من نفس ال vanishing point بتخيل إنه في vanishing point جاي هيك، from another vanishing point جاي خط هيك، وطلع لي هون سكر زين. هلا هيدي أكيد فينا نقيس من هون وفينا نقيس من هون. هعملها مثل ما عم بتشوفوا بطريقة السكتش، بده يكون في عدة خطوط لتصيروا شوي تعرفوا كمان انه هيك شغلة ممكن ينرسم، هيك شغلة ممكن تنرسم بسرعة، مش ضروري ابدا. اوكي، رح بلش مثل هاي لأنه هذا اوبجيكت جديد، بس عندي قديش اطول منها اذا بتطلع لهون بده يوصل. فمن الاساس بحط الصورة قدامي انا لحتى لي اضلني اشوف الشادوز مثل ما انا بعتلكم الصورة. رح حط خط جالس، مع انه هو هذا الاوبجيكت ما بده خط جالس، بده خط قلوة. In this case رح كفي رسم السكوير يلي على الأرض كاملا، رح أعمل خط أوبليك، خط أوبليك تاني، حلاقي السنتر، من السنتر رح طلع خط يوصل لهون، ومن هيدا من هيدي النقطة هون الالتقاء اللي هو هون بيطلع خط جالس لحديد راس الأوبجيكت. هدول هلا I don't need them، هضطر محيهم لأنه بالشيدينغ هيزعجونا. And the shadow of this object is جاي هيك elongated، رايحة شوي صوب هون، وهي مقطوشة بس مفروض تنتهي مروسة مثل هيدا الأوبجيكت، أو إنه شبه مروس لأنه هو الأوبجيكت منه كتير مروس، هو شوي flattened at the top. okay and then we have the shadow. كمان خلينا نرسم له حدوده للشادو تبع عم برسم بقلم واحد. هلا انتو بالصورة شايفين انه هيدي الميلة كتير كتير اغمق من هاي، نحنا رح نعدل بهيدي الشغلة. يعني هي اوقات الصورة اللي بناخدها بتطلع بمحلات قوية وبمحلات تانية خفيفة شوي، هي يعني بتصير تلعب بالالوان يلي موجودة على الصورة بهاي اللحظة. سو نحنا حنلاقي حل وسط، يعني حنقوي شوي هاي وحنخفف هيدي، مش رح نعملها هالقد سودا لحتى تطلع معنا رسمة شوي بالانسد من ناحية الظل. هبلش اعمل شادو لهون، بلش اعمل شادو قوي كمان هالميلة، ثم ملاحظين اليوم عم بشتغل شوي بسرعة لأنه في أيام هيك بس بنكون عم منشهل شوي بالرسمة، لأنه كمان مطلوب منكم انتو كانتيريور ديزاينرز وجرافيك ديزاينرز تعرفوا تعملوا سكتشينج، ومش بس رسم تاخد معكم 10 ساعات وست ساعات، لأنه ايه بالأول الواحد ممكن تاخد معه رسمات كتير وقت. لا هون رح يكون كتير ضوء أكيد، ما رح تكون مثل ميلة هيدي لأنه هيدي جالسة هيدي ميلة، الضوء مباشرة بيجي، الضوء يلي انا فتحته بيجي مباشرة على هالبارت،
شفتوا هيدا كتير ابيض وهيدا كتير ابيض، بينما هيدا ظل شوي. هلا تحت هيدا الاوبجكت في خط شوي بيسود. عندي كمان الشيدينج يلي على الارض، الشيدينج يلي على الارض ببلش شوي قوي بينتهي شوي خفيف. ممكن انا حتى لو عم بعمل سكتش العب في قلب المساحة زيتا قوي شوي وخفف شوي، يعني اوكي. مثل ما لاحظتوا عملت غلطة، عملت هالتاش يلي هو من ورا ايدي هون، شايفين كيف تسود اللي عم بتمسح. سو رح بالمحاية اجي محي شوي هالاثر يلي ما بدي اياهم يبينوا. So that I can have a clean presentation. A clean presentation هي شغلة أنا ألكن عنها كل مرة لما بكتب الوصف تبع. Okay. I can remove all this with an eraser. Okay. So you write down your name, ID, and date of today. So this is it for this time.